خلاف بين عمرو سعد وأحمد سعد حول دور المرأة في حياة الرجل. الست تحقق له المتعة. شهدت أحدث حلقات برنامج بيت السعد خلاف بين النجمين أحمد سعد وعمرو سعد حول دور المرأة في حياة الرجل. وخلال اللقاء اللي استضاف فيه الشقيقين الدمية الشهيرة أبلة فايدة، قال عمرو سعد: أنا مختلف مع أحمد تماما، هو ما بصدقش إن في واحدة بتدفع راجل للنجاح، وشايف إن كل واحد بإرادته واختياره وقوته. وأضاف عمرو سعد وقال: الست في حياتك بتحقق ليك نوع من المتعة. فعقب أحمد سعد على كلام أخوه وقال: لا طبعا، الست بتحقق لك مناخ النجاح، والمناخ أهم بكتير من أي حاجة. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.